السلام عليكم، أحلى مساء عليكم جميعاً يا جماعة. هنتكلم عن أقوى منشط نمو ومخصب حيوي من أعلى المصادر الحيوية، وفي نفس الوقت أقوى الأسمدة العضوية اللي تدينا الزرع المزروع يطلع كله عضو بدون أي شيء كيماوي، ومن أعلى الحاجات اللي تقوي جذور النبات وتخليها تطلع وتقوى جداً في يعني في مرحلة النمو، وتدفع أكتر ويبقى عندها طاقة إنها تنتج أكتر وتدينا هارفست وحصاد لو عندك تزهير حسب النوع. نبات زينة خضروات الجرموس، بلا نشوف يا جماعة. هذا طبعا الشكل في النهاية يبقى بهذا الشكل. البقوليات بشكل عام يا جماعة، البقوليات عندنا الترمس، الحمص، البسلة، الفول، العدس، الحلبة، حاجات كتير جدا. هذا إيش؟ الحلبة اللي بنشربها من أقوى الحاجات يا جماعة اللي هي تعتبر سماد عضوي، غير إنه منشط نمو معروفة، غير إن هو إيش؟ مخصب حيوي، بيعمل على بدي حياة زي ما أنتوا شايفين. هذه إيش؟ الحلبة. بنجيب شوية حلبة، يعني ممكن كيلو حلبة يكفي الحديقة كلها زي عندي. بنجيب شوية أقل من ربع كيلو ونحطهم في مية، يا نغلي. هنغلي هيطلع معنا كمية أكتر جدا. قبل ما نسمد بيه معي شوية نباتات، هدول حطيتهم في كورنر وبقالي كم يوم بسقي منهم فقط. هو المفروض كل شهر 3 مرات، يعني كل حوالي 10 أيام ندي جرعة. لا، يعني 3 أيام متواصلين اديت جرعات للنباتات هدول. لاحظت ان في اختلاف شاسع، وفي عندي نباتات تانية طبعا بضيع اصفرار اي نبات، بديها خضار زيادة عن اللزوم. بصوا هنا يا جماعة الطريقة، بنغلي شوية الحلبة، وعايز اقولكم ايش بيعمل فيه النبات. اولا بيحسن البكتيريا النافعة، وبيخلي التربة ما فيهاش اي افات، بناء على ان النباتات جذورها بتقوى وبتبقى عندها مناعة، بيزيد نسبة الكلوروفيل، التمثيل الغذائي والضوئي. يعني النبات لو واخد شمس او اضاءة كافية وتسمد بماء اي بقوليات بس اهمها العدس والحلبة حتى بصوا يا جماعة هنا هذه الحلبة الخضراء، بصوا عايز اوريكم حاجة مهمة جدا. هذه ايش؟ زرع عندي في الحديقة حلبة خضراء كثير، وحطيت برضو منها شوية. هذه الحلبة الخضراء طبعا لو جرينا هنعرف الحلبة الخضراء. الحلبة الخضراء اهي، هذه الجرون شايفين الحلبة الخضراء جماعة. اصلا لما بتتعمل، لما بتطلع المحصول بتاعه الخضار بتاعه اصلا بياخدوه بيحطوه في التربة مرة تانية، لانه من اكتر المخصبات الحيوية اللي بتدي مصادر للحياة. طبعا يا جماعة بوتاسيوم نسبة عالية جدا، اغلب اللي محتاجه النبات بدون نيتروجين، يعني عندنا بوتاسيوم فوسفور والمعادن الصغيره زي المنجنيز والمغنيسيوم والحاجات كتير جدا، والحديد بيؤدي ان الشجره تبقى قويه جدا وجذورها قويه، فالتمثيل الغذائي يبقى ممتاز جدا، وتلاقي النبات هيديك ثمار اكتر لو خضروات او فاكهه. لو نباتات زينه هتلاقي الاوراق زاهيه وكبيره جدا والازهار كتيره ومتعدده. احلى مساء عليكم. نشوف بقى طريقه الاستخدام. انا مثلا غليت شويه دلوقتي المقدار هذا، باجي اخذ زي ما انتم شايفين باخذ شويه المقدار هذا، نص لتر على حوالي لتر ميه، نسبه وتناسب، لان هذه اسمده مخصبه حيويه، بمعنى انه سماد ينفع نشتغل بيه باي طريقه، يعني الكميه اللي تعجبنا. يعني لو سك خالص زي هذا نسمد كل 10 ايام مره بيه، ممكن لو خففناه زي كده نسمد بيه مثلا كل يومين ثلاثه، كل اسبوع براحتكم انتوا، عمره ما يضر التربه. والافضل ان احنا نكون ساقين النبات الاول. بصوا يا جماعه بنيجي بعد كده بقى بنلف على نباتاتنا. لاحظوا هنا النباتات، بصوا الذره قبل ما اسمد، بصوا الذره يا جماعه، هذه الذره اللي هي الحلوه. بسم الله ما شاء الله نمو رهيب رهيب، سمدتها مرتين بهذا المحلول اللي هو محلول الحلبه. طبعا ممكن واحد يقول لي بيطلع ريحه، فيش يا جماعه، المحلول هذا عمره ما يطلع اي روائح. الروائح لما بنشرب الحلبه عفوا يعني ممكن تطلع افرازات مع العرق او البول، لكن ان احنا ندي للنباتات عمرنا ما هنشم رائحه في التربه، بالعكس هو مخصب وممتاز جدا وبيسرع من النمو. بصوا التين نشوف الاول، شايفين كله كيف دفع؟ هدول اللي انا سقيتهم منه على مدى الاسبوع اللي فات مرتين ثلاثه، عملت شويه وقلت هجرب على النباتات هذه فقط. بصوا هنا شايفين على طول دفع معايا الحبهان جديد، دفع جديد هنا، كل هذا دفع جديد، الخلفي هذا دفع جديد، تمام؟ أي نبات تتخيله، بصوا الدراجون على طول بدأ كله يكبر وخضار بزيادة، كراسولا،
اغلب النباتات اللي انتم شايفينها، الموزه ما شاء الله يعني هذه عايزه تتنقل للارض، شوف دفعت معي وطلعت كثير، التفاح حتى البصل شايفين بسم الله ما شاء الله، من البذور كله مزروع الدفع، وبتلاقوا النباتات خضراء جدا، شايفين الخروب اغلب النباتات تلاقوها فيها خضرار على طول، عمرها ما تديك اللون الفاتح او اللون المصفر اغلب النباتات. يعني حتى سقيت بيه بذره الافوكادو، بصوا راحت على طول انفلقه وطالعه معايا من النص. نيجي هنا طريقه التسميد، بس جرعه لكل نبته واحنا ماشيين، جرعه لكل نبته بهذا الشكل يا جماعه. وهلم جرة نلف على كل حديقتنا زي ما احنا شايفين كده، شايفين شكله رهيب رهيب، هتدعوا لي. اي بقوليات، فول، فاصوليا، حمص، عدس، لكن اقواهم بامانه الحلبه والفول الاخضر والعدس. ثلاث مرات في الشهر، مرتين في الشهر اللي انتم عايزينه، مع ان هدول اخذوا بس يعني. ونلف على كل نباتاتنا بهذا الشكل اللي انتم شايفينه، طبعا هدول بالراحه ما دام وقت جعان. طبعا اللي انتم شايفينه هدول يا جماعه بخففهم وبلف. فممكن كيلو نعمله ببرميل كبير نجع او نغليه ونخففه بميه، ونلف على كل نباتاتنا مرتين في الشهر، ثلاثه مره براحتكم انتوا. المهم ان الفتره اللي احنا فيها الربيع والصيف ومرحله النمو، لو عندك ازهار او ثمار او خضروات هتديك ضعف المحصول وبدون اي افات، والنبات هيكون جذوره قويه جدا، وهتلاقي الثمار والازهار من اي نوع نبات عندك او اشجار قوي، ويديك المحصول دبل مش مره واحده، هتلاقي يعني الحصاد والثمار كتير جدا. احلى مسا عليكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات ثانيه. الحلبه نشربها وناكلها، بس نعمل منها احلى سماد لنباتاتنا. والسلام، ختام، السلام عليكم.